بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. والنهاردة الفيديو بتاعنا هو تحديث لنقطة مهمة جدا خاصة باعتماد الإقرار الضريبي على منظومة كبار أو منظومة الضرائب الرئيسية. طبعا احنا كنا عملنا فيديوهين قبل كده السنة اللي فاتت عن كيفية اعتماد الإقرار، ولكن هنعمل النهاردة برضو إقرار سوا أو إضافة لعلاقة ما بين الممول والمحاسب على صفحة الممول، بحيث إن المحاسب يقدر يعتمد الإقرار بتاع الشركة ديت. طيب طبعا قبل ما نروح هناك للفيديو دوت، ويعتبر تحديث لفيديو احنا عملناه قبل كده، هنلاقي إن احنا برضو نذكركم إن القناة احنا قسمناها زي ما يقولوا كده channels، أو قسمناها list of channels أو مجموعة من الفيديوهات المنفصلة اللي كل حاجة ليها علاقة ببعضها أكتر، زي مثلا ضرائب واحد، ضرائب اتنين، كل اللي انت عايز تعرفه عن ضريبة المرتبات، بعض الشروحات للباحثين وطلاب الدراسات العليا. عندنا كمان جزء خاص بمحاضرات للإنجليزي أو بالإنجليزي، واخد بال حضرتك، لشرح المحاسبة المالية والإدارية. عندنا كمان سلسلة افهم محاسبة مالية من الصفر، وهي نفس المحاضرات اللي باللغة الإنجليزية ولكن مسجلة باللغة العربية. كمان عندنا بعض الفيديوهات المهمة الخاصة بالشهادات المهنية، الناس دايما اللي بتسألنا على الشهادات المهنية، وبعض الحاجات اللي على الإكسل اللي بتهمنا احنا كمحاسبين، فبرضو موجود لستة ببعض الفيديوهات. وكمان عملنا لستة جديد زي ما قلنا قبل كده بالكتب الدورية والتعليمات والقوانين الخاصة بالضرائب المصرية. عشان ما اطولش على حضراتكم، خلينا نروح على طول نبتدي الفيديو بتاعنا. وزي ما قلنا احنا خلينا نروح على طول على الفيديو بتاعنا، وزي ما انتم شايفين كده احنا دخلنا على الالتزامات الضريبية. كويس، طبعا دخلنا على موقع eta.gov.eg، دخلنا على الاسم او مساحة عمل الممول، وبالتالي وصلنا هنا للصفحة اللي انتم شايفينها اللي فيها التزامات التقديم والنماذج والتنبيهات. وهنلاقي في عندنا حاجة اسمها ملف التعريف الخاص بيه، ده بالممول. طبعا انا دخلت هنا من حساب الممول، تمام، فهضغط هنا هيبتدي يطلع لي كل الحاجات الخاصة بالممول، اسم الشركة، ضريبة الدخل، ضريبة المرتبات وغيره. وهاجي الاقي تحت هنا في الاخر حاجة اسمها ادارة العلاقات، هضغط عليها فبيظهر هنا ان ما عنديش اي علاقات او اي ارتباط باي شخص، فبنزل تحت هنا اعمل اضافة علاقة. بيقول لي عايز اصالحها من امتى؟ النهاردة 10 فبراير حضرتك، طبعا هي معمولة 31 ديسمبر 99. ماشي، انت عايز تجددها كل سنة براحتك، واخد بالك، ولكن انا هسيبها مفتوحة لغاية عدد سنين لا نهائي زي ما حضرتك شايف كده. وهبتدي ان انا اعمل بحث عن شريك اعمال، وهبتدي احط رقم التسجيل الضريبي بتاع المحاسب. تمام، رقم التسجيل الضريبي بتاع المحاسب. طيب فهنبتدي نحط رقم التسجيل ونشوف ايه اللي هيحصل. بعد ما حطيناه في حاجه اسمها انتقال، هنضغط عليه فبيبتدي يطلع لي هنا تحت بقى اسم الايه المحاسب، تمام، و ان المحاسب ده موجود، و مديني رقم التسجيل الضريبي بتاعه اللي انا طلعته، والعنوان والمدينه وغيره والرمز البريدي. فانا بختار، تمام، بضغط عليه كده فببص الاقي ان هو تم اضافته كشريك اعمال، ابتدى ظهر هنا. هعمل حفظ، تمام، فبيظهر لي هنا، برجع بقى للصفحه دي تاني وبلاقي ان اسم شريك الاعمال ظهر، ونوع العلاقه المستشار الضريبي، وصالح من كذا لكذا. وبالتالي لما هاجي ابعت الاقرار، يعني انا لما هرجع هنا والاقي في النماذج مثلا انا عندي هنا في الالتزامات اللي هي بيانات وجداول تحليليه للاقرار الضريبي، بعد ما هخلص دي مسوده طبعا لسه، بعد ما هخلص الاقرار وارسله هيخش بقى المحاسب من عنده يلاقي الـ الـ الإقرار موجود، وهيبتدي، واخد بال حضرتك، يظهر له إن هو إزاي يعمل اعتماد حفظ أو رفض، قبول أو رفض، وهيعمل هيدوس طبعًا على قبول، فهيبتدي إن هو يظهر. وده هنعمله فيديو منفصل عشان يبقى إضافة المحاسب على صفحة الممول، ده فيديو. وهنعمل كمان إن شاء الله الاعتماد نفسه لما نبعت الإقرار ونيجي نعتمد الإقرار، هنخش عند المحاسب ونبتدي إن إحنا نوري حضراتكم برضو، نوري لزملاء بقى المحاسبين ان اعتماد الاقرار بيكون بهذه الطريقه.
متشكر لحضراتكم جدا. ده كان فيديو سريع جدا لكيفية إضافة المحاسب على صفحة الممول. نشوفكم على خير في فيديوهات تانية. ما تنسوش تابعونا على اليوتيوب، على التليجرام، وعلى الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.